تكلمت أكثر من مرة قلت لكم أنه الجزائر كانت تسيطر أو كانت تضمن استقرار المنطقة من خلال جهاز المخابرات، وبالخصوص فرقة أو مصلحة سكورات التي سمعتوا هذا اللي كان يقول لكم باللي راهو الأرشيف تاع المخابرات عنده، سمعتوا باللي كان يقول لكم باللي جنرال توفيق ما يروحش للدوش لحتى يدي الرخصة من عنده، سمعتوه لما كان يهدد في قائد الأركان جيد صالح بالمحكمة نتاع لاهاي. الآن اسمعوه بالصوت والصورة في هذا الوقت وين أنه راها الأمور مشتعلة على الحدود، راهو يورط في الجزائر ويقول لكم باللي الجهاز تاع المخابرات هو اللي كان متحكم في المنطقة وعنده العملاء نتاعه وكذا، بمعنى أنه الجزائر راها تتدخل في الشؤون نتاع الدول. اسمعوه ومن بعد نجيكم دوك القضية نتاع هذا وليد سعدي، ها دوك نجيو لها اسمعوه من جديد. أو كانت تضمن استقرار، تكلمت أكثر من مرة قلت لكم أنه الجزائر كانت تسيطر أو كانت تضمن استقرار المنطقة من خلال جهاز المخابرات، وبالخصوص فرقة أو مصلحة سكورات التي كانت تسيطر على منطقة الساحل والصحراء بعناصرها اللي هم من خيرة العناصر، من خيرة الضباط، ومن خلال عملائها اللي هم عملاء بأعداد كبيرة. هؤلاء العملاء الذين كانوا من أصول هذه الدول لم يكونوا منخرطين كمجندين، وإنما كانوا عملاء، يعني كانوا يأخذوا عمولة مقابل مرتزق. تعاون مع مصلحة السكورات ومصلحة المخابرات، وهو أمر معمول به في كل أجهزة المخابرات العالمية، سواء الأمريكية البريطانية الفرنسية، تعاملوا مع عملاء من المناطق المقصودة المعنية. كان عندهم عملاء في النيجر، في مالي، في موريتانيا، في تشاد، في كثير من المناطق. وهؤلاء العملاء ساهموا بشكل كبير وكبير جدا في تقديم معلومات استفادت منها مصالح الأمن الجزائرية، بالخصوص سكورات. سمعتوا يورط في الجزائر ويورط في جهاز المخابرات، حداد، نصر الجن، جبار مهنا، ما نيش نتكلم، هو بزفير هو اللي يتكلم.